أخبار اليوم. قلنا واحد اثنين ثلاثة يا دكتور، خمسة ستة ياه. نعم نهارك سعيد. سعيد بس ده سعيد جدا جدا. تتمتع بخفة ظل غير عادية وقبول طاغ أكسبها لونا خاصا، فأصبحت أشهر عانس في تاريخ السينما المصرية، واشتهرت بعباراتها المأثورة كتكيت بني. إنها الفنانة زينات صدقي. والهاء دعجاء سمراء فيحاء في العشرين من ربيعها الوردي الزاهر المزدهر. تملك سيارة وفيلا ودار أزياء ملفوفة القوام كغصن البان الأخضر الريان. تطلب زوجة إيه؟ جمعيا؟ لا 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 يا حبيبتي، مش ضروري جمعيا، ثقافيا إعداديا إلزاميا أو راجل والسلام. الإمضاء مراهقة فأول عدد وحياتك. مرسي ربنا ينتهك بالسلامة يا ستي. عدلها يا صاحب العدل والإنصاف. ولدت زينات عام 1913 بحي الجمرك في مدينة الأسكندرية، والتحقت بمعهد أنصار التمثيل والخيالة الذي قام الفنان زكي طليمات بتأسيسه بالأسكندرية، إلا أن والدها منعها من إكمال دراستها بالمعهد. سلام على جمالك. يا سلام عليك يا انت، من سحر عيونك يا من رمش جفونك يا بصيلي يا روحي. مكسوفه مكسوفه قوي يا اختي، مش قادره ابدا. مكسوفه مكسوفه مني انا يا واد يا شاقي؟ كلمه في ودنك، ودنك الحلوه، ودنك اللي عايزه تبقى تزوجت الفنانة زينات صدقي للمرة الأولى وهي لا تزال في 15 من عمرها، تنفيذا لأمر والدها، ولكن لم يستمر ذلك الزواج أكثر من 11 شهرا وانتهى بالانفصال، لتتزوج للمرة الثانية من الملحن إبراهيم فوزي، كما تزوجت بعد ذلك من أحد رجال الثورة يوليو، وكان زواجهما سريا إلا أنه لم يستمر طويلا. شبابك انت عريس اهو، يشرح القلب الملتاع، واقف على عتبتك يا عيني وعايز يخش. خليه يتفضل يا ام كامل. هيتفضل ياخد مال حروفه ان ايديا تاخد. أحبت زينات العمل بالفن، ولكن رفض عمها لدخولها هذا المجال، جعلها تترك الأسكندرية عقب وفاة والدها لتنتقل مع والدتها للعمل كمطربة في كازينو بديعة مصابني، إلا أن بديعة اختارت لها الرقص إلى جانب تحية كاريوكا وسامية جمال. بدأت زينات صدقي مشوارها الفني كراقصة في ثلاثينيات القرن العشرين، حتى شاهدها الفنان نجيب الريحاني ورشحها للعمل معه في الفرقة من خلال دور في مسرحية الدنيا جرى فيها إيه، ثم قدمت عدد من الأدوار المسرحية منها عوز حب والكورة مع بلبل. الحلاوة الحلوة من غير ما حد يحل بيها يا أم كامل. إيه فايدة التفاحة الحلوة من غير ما حد يقطمها يا أم كامل؟ ايه فايدة الحلاوة السمسمية من غير ما حد يقرقشها يا مكامل؟ بلغ الرصيد الفني للفنانة زينات صدقي ما يقرب من 150 فيلما، ومن ابرز اعمالها السينمائية بنت اسمها محمود، ومعبودة الجماهير، وحلاء السيدات، والعتبة الخضراء، وشارع الحب، واسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، والآنسة حنفي، وابن حميدو. نالت العديد من التكريمات عن مشوارها الفني، حيث كرمها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كما كرمها الرئيس الراحل ايضا انور السادات. عندك ست رجالة عشان وظيفة السكرتارية يا خراحي، هو حد منهم ينفد من ايدك على الكوفيه وجايه. رحم الله الفنانه زينات صدقي. مصطفى سعد، اخبار اليوم.